تضم مصر وبلاد الشام وأجزاء من العراق، ثم منازلة الصليبيين في عقر دارهم وإنزال ضربة قوية بهم. تعتبر معركة حطين معركة حاسمة في تاريخ الحرب الإسلامية الصليبية، إذ فقدت مملكة بيت المقدس قواتها العسكرية الرئيسية في هذه المعركة، كما تم تدمير أكبر جيش صليبي أمكن جمعه منذ قيام الكيان الصليبي. وأضحى صلاح الدين القائد المنتصر في هذه المعركة على الصليبيين صاحب السيادة على العالم الإسلامي بأسره. وبعد حطين لم يعد للصليبيين في المملكة المقدسة خصوصا قوة يتباهون بها، لذا ما إن استسلمت عسقلان وغزة لصلاح الدين، حتى قرر أن ينطلق بجيشه الذي أعاد جمعه من كل المناطق ليستكمل توحيد بلاد الشام، وما إن اتجه بهذا الجيش شمالا نحو القدس لفتحها عنوة وبالسيف، حتى بدأت مدينة القدس تستعد لمقارعة القائد المسلم الذي جاء يتحدى مناعتها وجبروتها منذ 88 عاما من احتلال الصليبيين لها. تجلت مقدرة صلاح الدين الحربية في تلك الخطة العسكرية التي اتبعها في جهاده ضد الصليبيين لاسترداد بيت المقدس، وقامت تلك الخطة على تكوين جبهة إسلامية موحدة تضم مصر وبلاد الشام وأجزاء من العراق، ثم منازلة الصليبيين في عقر دارهم وإنزال ضربة قوية بهم، كما حدث في معركة حطين، وتلا ذلك مسيرة إلى مدن الساحل الشامي لإضعاف الصليبيين ماديا ومعنويا. ولو اتجه صلاح الدين عقب انتصاره في حطين إلى بيت المقدس لتمكن من دخوله بدون عناء، إلا أن استيلاءه على بيت المقدس قبل السيطرة على مدن الساحل لن يضمن له الاستقرار التام في بيت المقدس، إذ كان من المتوقع قيام الغرب الأوروبي بإرسال الجيوش الصليبية إلى موانئ الشام والدخول مع صلاح الدين في معارك حامية لاسترداد بيت المقدس. كانت تلك الحشود العسكرية الإسلامية قد شاركت صلاح الدين في معركة حطين، واستغل صلاح الدين وجودها في الشام قبل عودتها إلى إقطاعاتها في السيطرة على مدن وموانئ الساحل. وحرص صلاح الدين على أن يسبق مسيره إلى بيت المقدس حملة إعلامية إلى كافة أطراف العالم الإسلامي بقصد استنفار المسلمين للجهاد، الأمر الذي ثارت معه عزائم المسلمين بالعزم على الجهاد والاشتراك في تطهير تلك البقعة المقدسة، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما انتشر خبر الانتصارات في العالم الإسلامي هب المسلمون للتوجه نحو القدس والمسجد الأقصى. ومن ناحية أخرى، فقد استدعى صلاح الدين المسلمين في مصر أثناء قيامه بالاستيلاء على الساحل لمساعدته في الاستيلاء على المدن والقلاع الجنوبية، واجتمع بابنه الملك العزيز عثمان في عسقلان فقرت به عينه. وكان الصليبيون قد بدأوا القتال قبل تمركز جيش المسلمين حول أسوار المدينة، وذلك عندما تقدمت مفرزة من طليعة الجيش الإسلامي نحو الأسوار بقيادة الأمير جمال الدين، فخرجت إليها مفرزة من حامية المدينة فقاتلتها وهزمتها وقتلت أميرها. فقرر صلاح الدين أن يشن هجوما حاسما على المدينة، وكثف رمايات المجانيق مغطيا تقدم المهاجمين بحجارتها وسيل من السهام والنبال يطلقها الرماة نحو المدافعين عن السور لكي يشل مقاومتهم، مما جعل أولئك المدافعين يتراجعون عن مراكزهم، بينما تقدم المسلمون واجتازوا الخندق الخارجي المحفور حول السور ثم التصقوا به وعملوا به نقبا وتهديما،
واشتد قص المجانيق وتوالى رمي السهام والنبال من الرماة المتقدمين خلف المهاجمين يحمونهم، ونجح المهاجمون في فتح ثغرات عديدة في السور الذي أوشك أن يصبح ملكا للمهاجمين. واستطاع المهاجمون فتح ثغرة كبيرة في السور نفذ منه المسلمون ورفعوا رايات الإسلام، إلا أن المدافعين ما لبثوا أن احتشدوا وردوا المسلمين عن السور. ورغم ذلك فقد أيقن المدافعون أن لا جدوى من دفاعهم وأنهم مشرفون على الهلاك، بل إنهم هالكون حتما إنهم استمروا في عنادهم. وتزاحم الناس في الكنائس للصلاة والاعتراف بذنوبهم، وأخذوا يضربون أنفسهم بالحجارة ويرجون المدد والرحمة من الله. وقطعت النساء شعور بناتهن على أمل استثارة الرجال لحمايتهن من سبيل المسلمين لهن. وبالنهاية تم الاتفاق بين صلاح الدين وباليان على تسليم المدينة، ودخلها صلاح الدين يوم الجمعة في 27 من رجب من السنة 583 للهجرة، وذلك بعد أن أعطى بالباب الأوامر لحمايتها بإلقاء السلاح والاستسلام، وكان يوما مشهودا. ورفعت راية الإسلام على أسوار المدينة المقدسة، وبسقوط القدس انهارت أمام صلاح الدين معظم المدن والمواقع التي كانت لا تزال تحت سيطرة الصليبيين في معظم أنحاء بلاد الشام. ودخل صلاح الدين القدس في 27 من رجب، وكانت ليلة الإسراء، فأمر بأن يوضع على كل باب من أبواب المدينة أمير من أمراء الجيش لكي يتسلم الفدية من الصليبيين الخارجين من المدينة ويحتسبها. وكان في المدينة 60,000 رجل ما بين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والولدان.